بحبك يا بلادي يا مصر بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك 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 يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك 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 يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر بحبك 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 يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر. صباح الخير واهلا بحضراتكم في تغطية مباشرة لأحداث اليوم من استديوهات سي بي سي. صباح الأمل والتفاؤل. أنا عارف إن حضراتكم بتسألوا من جواكم إيه اللي يخلي فيه أمل وتفاؤل في الأيام اللي إحنا عايشينها دي، ولكن أنا عندي سبب قوي جداً لأن إحنا يكون عندنا أمل في المستقبل اللي جاي، وكمان عندنا تفاؤل باللي بيحصل في مصر دلوقتي. سبب التفاؤل عندي هو ثقتي في إن المصريين اتغيروا خلاص، المصريين اتغيروا إلى غير الرجعة. المصريين اللي عاشوا 30 سنة تحت حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك فجأة انقلبوا عليه، قالوا له ان احنا مش هنستجيب تاني للارهاب اللي انت بتعمله لنا، مش هنستجيب تاني لدعاوى القهر ودعاوى التعذيب اللي انت بتهددنا بيها. وبعدين رجعوا بيوتهم تاني وشافوا حالهم بعد ثورة 25 يناير، ولكنهم اول ما حسوا ان الشخص اللي وثقوا فيه وادوه رئاسة الجمهورية سرق منهم الثورة، وفعلا هو سرق منهم الثورة، نزلوا تاني يوم 30 يناير زي ما حضراتكم شفتوا في هذه المشاهد العظيمة، ونزلوا يحتفلوا يوم 3/7 علشان يقولوا له احنا اديناك امانة وهنسترد منك الامانة لان انت فرطت فيها. شعب بالشكل ده يا جماعة ما يتخافش عليه، شعب بهذه القوة ما يتخافش عليه. شعب شال 2 رؤساء، واحد فيهم كان بيحتمي وسط عدد كبير من الحاشية بتاعته، والتاني كان عنده جماعة وصفت على مر الوقت بأن هي أكثر الجماعات تنظيما في هذه الجمهورية، ولكن وببساطة شديدة وفي ساعات معدودة أو أيام معدودة قدر الشعب المصري أن هو ينزل ويقول بس خلاص كفاية ارحل، ويطلع للرئيس كارت أحمر. وبالتالي أيا كان اللي هيحصل في الأيام اللي جاية وأيا كان اللي حضراتكم شفتوه في الساعات اللي فاتت، هي زي ما بنسميها كده بالبلدي حلاوة روح، هي بالفعل حلاوة روح. المصريين رغم كل اللي حصل نزلوا برضو يحتفلوا في عدد من الميادين. وجهوهم جنود الغدر، وجهوهم جنود الخيانة، وجهوهم جنود العنف، ولكن وببساطة شديدة وانت بتتجول في اي حتة تانية من الاماكن اللي بعيدة عن اي نقطة من نقط الاشتباكات كنت بتلاقي المصريين بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا. انا كان من سوء حظي او من حسن حظي ان انا ابعد عن البلد عدد من السنوات وارجع لها تاني، ولما كان يحصل ضرب نار على ناصية الشارع في اي منطقة كانت المدينة كلها تقعد في البيت، لكن في مصر ده ما بيحصلش.
يحصل اللي يحصل ويجرى اللي يجرى، الشعب المصري عنده إحساس وحب شديد جدا للحياة، وعنده حب شديد جدا لحريته اللي هو استخلصها من بين رئيسين في 3 سنين بقوة هادرة، بقوة لا يمكن السيطرة عليها، بقوة أثبتت إن الشعب ده مش شعب غلبان، مش شعب غلبان خالص، ولكنه شعب كبير، شعب عظيم، شعب صبور، ممكن يستنى، ممكن يصبر، ولكن إذا تحرك فويل لمن يحكمه، ويل لمن يحكمه، هيشيل أي حد في طريقه وهينفذ إرادته على الأرض. وبالتالي أنا مش قلقان من المشاهد اللي احنا شفناها. امبارح كنا بنستضيف أحد كبار علماء النفس في مصر، وقال لنا دي زي ما نقول كده مراحل الصدمة، لما الشخص يحصل له صدمة بيخش في حالة إنكار، وبعدين يخش في حالة من الغضب الشديد، وبعد كده شوية بشوية بيعود إليه تعقله. فسواء شباب جماعة الإخوان المسلمين عاد إليهم تعقلهم أو لأ، مصر مكملة، مصر مكملة. فبندعو كل الشباب من كل التيارات إن هم ينضموا في الوقت ده إلى مسيرة التنمية، رغم الخطاب التحريضي اللي بتؤديه وبتصر عليه قيادات جماعة الإخوان المسلمين. امبارح كنت بتابع قنوات التلفزيون وشفت دكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين واقف فوق منصة رابعة العدوية بيقرأ آيات القرآن الكريم وبيستعين بالأحاديث النبوية في إن هو يهيج مشاعر المتظاهرين اللي واقفين قدامه. وفي النهاية دكتور محمد بديع وهو لابس بدلته السودة قال: ثوار أحرار هنكمل المشوار. عن أي ثوار بتتكلم يا دكتور بديع؟ عن أي ثورة بتتكلم يا فضيلة المرشد؟ هل عن الثورة اللي خرج أنصار حضرتك فيها فقط ليؤيدوا الشريعة؟ بقى في المرحلة الانتقالية الأولى احنا فاكرين لسه ما نسيناش. هل حضرتك بتتكلم على الثورة اللي اتهمتوا فيها شباب الثورة بأن هم خمرجية وبيقعدوا في شقة في العجوزة على لسان الداعية الجليل الأستاذ صفوت حجازي؟ هل هي الثورة اللي استوليتوا فيها على مجلس الشعب وخدتوا فيها نسبة أعلى بكتير من النسبة اللي انتوا وعدتوا فيها وقلتوا 25%؟ هل يا فندم الثوار الأحرار اللي حضرتك بتتكلم عليهم هم اللي نقضوا العهد للمرة التانية ونزلوا انتخابات الرئاسة بعد ما كانوا وعدوا جميع جموع الشعب المصري ان هم مش هينزلوا انتخابات الرئاسة؟ هل يا فندم هي الثورة اللي بعد ما الناس أمنت للدكتور محمد مرسي ووثقت فيه وقفت نخبة مصر كلها في مؤتمر فيرمونت الشهير وخدت وعود من دكتور محمد مرسي، وعود صريحة؟ جاء دكتور محمد مرسي هنا في CBC وقعد مع أستاذ عماد الدين أديب ووعدوا كمية هائلة من الوعود، وراح NTV وقعد مع أستاذ يسري فودة، وراح قعد مع النخبة في فيرمونت، وبعديها وزي ما بنقول برضو عندنا في مصر كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح. فأول ما دكتور مرسي تولى الرئاسة ساحت كل الوعود واختفت وتلاشت وابتلعتها الرمال. ولكن الشعب المصري ما بينساش، الشعب المصري ما نسيش إن دكتور عصام العريان وعلى قنوات التلفزيون الدينية المحرضة خرج يقول لشباب الإخوان: انزلوا اثأروا لرئيسكم من المتظاهرين السلميين اللي قاعدين قدام قصر الاتحادية. فاكر يا دكتور بديع الثوار الأحرار اللي حضرتك كنت بتخطب فيهم امبارح نزلوا عملوا ايه في المعتصمين السلميين قدام الاتحادية؟ هل حضرتك فاكر اللي حصل من الثوار الأحرار كمان ضد سيدات مصر قدام مكتب الإرشاد، والألم الشهير اللي بلطجيت مكتب الإرشاد ادوه للسيدات وهم واقفين بيتظاهروا قدام مكتب الإرشاد؟ هل حضرتك فاكر كل المشاهد دي؟ هل فاكر اللي قتلوا جيكا والحسيني أبو ضيف، ولا حضرتك ما زلت بتصمم إن هذه كانت ثورة حرة؟ دكتور بديع، إحنا كنا فاكرين إن حضرتك رجل أكثر سلمية من هذا، كنا فاكرين إن حضرتك مش هتحرض الناس إن هم ينزلوا في الاشتباكات اللي حضراتكم تابعتوها مبارح وبتتابعوا مشاهد منها دلوقتي على الشاشة. ولكن مصر عمرها ما هتكون زي غزة، والنموذج اللي حضراتكم عملتوه في حماس مش هيتكرر هنا في مصر، الاقتتال ما بين فصائل الشعب الفلسطيني مش هيحصل هنا، هنا هي مجرد فورة ووقت قصير. امبارح بعد خطاب التهييج اللي دكتور محمد بديع القاه من على منصة رابعة العدوية، تحركت مجموعات
من شباب الإخوان المسلمين ومن أعضاء الإخوان المسلمين يحملون الخرطوش وزجاجات المولوتوف، وعدد منهم يحمل الرصاص الحي، ودخلوا في اشتباكات مع عدد كبير جدا من المصريين في مختلف الجمهورية. شفنا امبارح اشتباكات عند ماسبيرو في ميدان عبد المنعم رياض، شفنا كمان اشتباكات طوال الليل في اسكندرية. متظاهرين سلميين بيحتفلوا في ميدان سيدي جابر راح لهم معتدين بالخرطوش وبالرصاص الحي وبالمولوتوف. شفنا شباب الإخوان المسلمين أو أعضاء من هذه التيارات واقفين فوق سطوح المباني في مشهد يذكرنا بمقتل الجمل الأولى، وبيحدفوا الطوب والمولوتوف على المتظاهرين اللي واقفين تحت. شفنا مشاهد مش هننساها، اشتباكات في السويس، اشتباكات في دمياط، في اسكندرية وفي القاهرة، ولكن في كل الأوقات كان المعتصمين بيتصدوا ليهم، وكمان أهالي المنطقة. وأهالي المنطقة دي نقطة مهمة جدا، لأن هم رفضوا اللي انتوا بتعملوه. أهالي المنطقة في المنيل تصدوا لجماعات الإخوان المسلمين وأفرادها وهم بيحاولوا يوصلوا لميدان التحرير. طبعا انتوا ما ردكوش الموضوع فأطلقتوا الرصاص الحي على عدد من أهالي المنطقة، وأصيب بالفعل ضابط في بطنه بطلق ناري. امبارح وزارة الصحة بتقول لنا أن حصيلة الاشتباكات هي 30 وفاة و1076 مصاب. ايه رأيك يا دكتور بديع في هذه المظاهرات السلمية اللي حضرتك بعت ليها، اللي حضرتك دعيت ليها امبارح؟ هل حضرتك راضي عن هذه المظاهرات السلمية؟ هل راضي عن دعوتك في ان احنا لن نترك هذا المنصب الا فوق اجسادنا وفوق دمائنا؟ هل هذه هي السلمية اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ احنا معنا بيان من دكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية بيقول إن عدد الوفيات امبارح 30 زي ما قلت لحضراتكم و1076 إصابة. معنا كمان عدد من الأخبار اللي بتتكلم على هذه الاشتباكات في مختلف أنحاء الجمهورية. معنا على التليفون رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الناس اللي بتقوم بدور وطني كبير في مصر، دكتور محمد سلطان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور محمد، الأرقام اللي احنا قلناها هل هي الحصيلة النهائية ولا تجددت هذه الحصيلة؟ هو بالفعل احنا يعني الحصيل النهائي لإصابات أمس وصل لألف ستة وسبعين مصاب و 30 حالة وفاة في المحافظات المختلفة جراء الاشتباكات التي نشبت بالأمس في محيط حرس الجمهوري وميدان التحرير ومنطقة ماسبيرو، بالإضافة إلى الاشتباكات التي حصلت في المحافظات المختلفة في الأسكندرية وفي السويس وفي أسيوط وفي بعض المحافظات الأخرى. الرصد المبدئي يا دكتور سلطان بيقول إن الاشتباكات نتيجة إيه؟ أو الإصابات عفواً والوفيات نتيجة الإصابات إيه؟ الإصابات نتيجة اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين باستخدام أسلحة خرطوش وبعض الأسلحة النارية، وطبعاً استخدام بعض الحجارة والطوب والهراوات وما شابه. طب الوفيات يا فندم؟ الوفيات معظمها إصابات بطلقات ناري، طلق ناري حي معظم الوفيات. وطبعا السبب النهائي يتم بعد فحص الجثمان من خلال الطب الشرعي. بشكرك دكتور سلطان، وانا عارف ان انتوا بتقوموا بدور كبير جدا في هذه الايام علشان تقدروا تغطوا جميع هذه الجبهات اللي فتحتها جماعة الاخوان المسلمين على الشعب المصري بعد استجابة مؤسسات الدولة لارادة الشعب اللي نزل في 30 يونيو علشان يعزل دكتور محمد مرسي. الثوار اللي دكتور محمد بديع بيتكلم عليهم واللي انتشرت اشتباكاتهم في عدة أماكن، برضو جماعات تتبع جماعة الإخوان المسلمين، جماعات جهادية تكفيرية وصلت هجومها على النقاط الأمنية في سيناء. ومعانا خبر أحد هذه الأخبار بيقول إن النهاردة في ساعات الفجر الأولى كان في هجوم مسلح على كمين في رفح، هاجم مسلحون مجهولون المصدر كمين أمني للقوات الجيش في حي الصفا برفح في شمال سيناء، وكمين آخر في منطقة المحاجر على طريق مطار العريش الدولي. كانت سيارات دفع رباعي وتم تبادل إطلاق النيران بينهم، ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات بسبب أن هذا الاعتداء الغاشم حصل منذ عدة ساعات فقط.
وما زالت هذه الاعتداءات الغاشمة تتكرر. حضراتكم طبعا عارفين وسمعنا مع بعض عن القيادات الجهادية اللي أثناء العام من حكم دكتور محمد مرسي أطلق سراحها من المعتقلات. واضح أن احنا مضطرين أن احنا نعيش ونصحح الأخطاء اللي دكتور مرسي عملها ونحارب الإرهاب مرة تانية اللي موجود في سيناء. الثوار بقى الحقيقيين والناس اللي استجابوا إلى إرادة الجماهير ونزلوا علشان يسألوا الناس سؤال بسيط جدا، هل أنتوا عايزين دكتور محمد يكمل ولا دكتور مرسي يمشي؟ الثوار الحقيقيين بيدعوا جموع الشعب المصرية النهاردة أن هم ينزلوا الميادين. ينزلوا الميادين مش فقط للاحتفال، ولكن كمان علشان يدفعوا عن مكتسبات ثورة التصحيح أو ثورة 30 يونيو، يدفعوا عن مكتسبات هذه الثورة ويقفوا ظهرهم في ظهر إخواتنا من أفراد القوات المسلحة ومن أفراد جهاز الشرطة اللي بيدفعوا عن المنشآت وبيحاولوا يحافظوا على السلم في الجمهورية. وبالتالي هناك دعوة النهاردة لجميع المصريين إن هم ينزلوا الميادين ويوروا قد إيه جموع الشعب المصرية مصممة وغير راغبة على الإطلاق في إن هي تتنازل عن شبر صغير من المكتسبات اللي هي حققتها على مدار الأسبوع اللي فات. معتصمين التحرير بعد هذه الاشتباكات اللي شهدناها في منطقة عبد المنعم رياض وأمام ماسبيرو طوال الليل أغلقوا ميدان التحرير بالفعل في بأسوار شائكة. ميدان التحرير زي ما حضراتكم شايفين الصورة قدامنا في حركة مرور بسيطة وهناك مخيمات للمعتصمين، وإحنا متوقعين إن على مدار الساعات القليلة القادمة سيتم توافد المعتصمين على ميدان التحرير. ومساعدة مصر في الوقت اللي احنا فيه ده مش هتكون فقط بالتظاهر، يعني جموع الشعب الراغبة في ان هي توري قد ايه هما مصممين على مكتسباتهم وهيحافظوا على مكتسباتهم ممكن ينزلوا ويتظاهروا، ولكن في دور تاني على رجال الاعمال، وعدد من رجال الاعمال كانوا اسسوا بالفعل حساب بنكي، صندوق اسمه صندوق دعم مصر، موجود هذا الحساب في جميع البنوك المصرية. رجال الأعمال امبارح وعلى الهواء على شاشة سي بي سي مع الإعلامي خير رمضان ابتدوا بالفعل في وضع ملايين الجنيهات في هذا الصندوق. في كمان استقبال لكل التبرعات من جموع الشعب المصري مش من رجال الأعمال فقط، وهذا الصندوق اسمه على اسم هذا اليوم المجيد في تاريخ مصر. الصندوق رقم حسابه هو 30-6-30-6 في جميع البنوك المصرية. استنى ان احنا نخرج فاصل قصير، نعود بعد هذا الفاصل علشان نتكلم عن صندوق دعم مصر، عن الجهود اللي ممكن كل المصريين يعملوها في الساعات القليلة القادمة للحفاظ على المكتسبات العظيمة اللي حققوها على مدار الأسبوع اللي فات. اسمحوا لنا كمان ان احنا هنستضيف عدد متنوع من الخبراء المهمين للغاية علشان نجاوب على عدة أسئلة. هنجاوب عن السؤال الأول وهو ماذا يمكن أن نقوم به في الأيام القادمة لمساندة مطالب ثورة التصحيح أو ثورة 30-6، إيه اللي ممكن نعمله كمان علشان نكلم العالم الغربي ونقدر نوضح له وجهة نظرنا إن دي جموع الشعب المصري اللي نزلت وليست المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية فقط انحازت إلى إرادة الشعب وتولت تنفيذ إرادة الشعب. كمان هنسأل عن موقف المؤسسة العسكرية في الأيام القادمة من اللي بيحصل في الشوارع، الاشتباكات اللي بتحصل في الشوارع، ومن آخر التطورات السياسية. استنونا بعد الفاصل القصير.